أهلا بحضراتكم مرة تانية. نبدأ معاكم أولى فقراتنا وهي الفقرة الإخبارية. أول خبر معانا عن القاعدة البحرية الفرقاطة القهار. القاعدة وصلت إلى القاعدة قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة القهار من طراز ميكو A200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بيرمرهافن الألمانية لتنضم للأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بنائها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية وفق الأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. هنخرج نتابع التقرير عن الفرقاطة القهار ونرجع لحضركم مرة تانية. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة القهار من طراز ميكو A200 بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة بريمرهافن الألمانية لتنضم إلى الأسطول البحري المصري العريق، حيث تم بناؤها بشركة TKMS بترسانة SBN الألمانية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وتعد الفرقاطة القهار الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز ميكو A200 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا. وتتمتع الفرقاطة القهار بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية، كما تعد إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط. وشاركت عدد كبير من القطع البحرية في تنفيذ استعراض بحري أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة القهار كتقليد بحري أصيل. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لطاقم الفرقاطة لما وصلوا إليه من مستوى متميز خلال فترة الإعداد. أثبتوا وبحق أن مصر لديها من الكوادر من هم قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة الفرقاطة والعمل بكفاءة تامة على كافة أنظمتها. كما هنأهم على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، وأوصاهم بأهمية الحفاظ على وحدتهم الجديدة والتدريب الجيد للوصول لأقصى درجات الاستعداد. وأشار قائد القوات البحرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري، بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً، موضحاً أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحري والاستقرار في المنطقة. الشعب المصري كله بيحتفل باليوم العظيم دواتي، لان احنا الجيش بتاعنا من اقوى الجيوش والاعظم الجيوش في العالم كله اللي بيدعي للفخر والعزه. يمكن منظومه التسليح الخاصه بالقوات المسلحه بتشهد تقدم من فتره للتانيه، وكل فتره بنسمع عن انضمام سلاح جديد للقوات المسلحه، فانا كشاب افرح ان بلدي فيها تقدم ملحوظ، والقوات المسلحه بتاعتها من القوات المسلحه في الاوائل على مستوى العالم. طبعا الواحد فرحان ومبسوط جدا 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 بالاحتفاليه دي. القوات البحريه معروف تاريخها من ايام حرب 73، وانا مبسوط جدا بوصول
القهار اللي وصلها لمصر اللي هي من احدث الوسائل الحربيه اللي وصلت مصر. بتحس ان انت يعني وراك قوه، وراك يعني حاجه، تمشي تنام تصحى تروح مشوار، عارف ناس حمياك، ناس واقفه وراك، يعني الواحد بيبقى حاسس بعزه وفخر. وطول عمر المصريين كده، وكان بحريه ولا جيش ولا شرطه، كلهم واحد عندنا في قلبنا من جوه. قوه جديده بتضيفها للقوات المسلحه المصريه وللقوات العربيه قوة الردع وقوة الحفاظ على الحالة الاقتصادية والموارد الاقتصادية. وقوات البحرية المصرية هي القوة الرئيسية للقوات البحرية العرب، وهي الركاز الرئيسي في البحر لينا، ودايما بتشرفنا ودايما بنضيف قطع جديدة. بشكر القوات البحرية كمواطن مصري، وبشكر القوات المسلحة تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة. حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية وطلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الإسكندرية. أهلا بحضراتكم من جديد. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زجهي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقب انتهائه من زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نخرج نشوف هذا التقرير عن هذا الموضوع ونرجع لحضراتكم مرة تانية. خليكم معنا. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام. وكان في استقبال السيد القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية السيد سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراضوا حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. وقلد وزير الجيوش الفرنسية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وسام جوقة الشرف الفرنسي من طبقة قائد، والذي صدق على منحه رئيس الجمهورية الفرنسية. وعقب المراسم عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين. من جانبه أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة. وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة لمقر رئاسة الأركان الفرنسية بيلارد، حيث التقى خلالها الفريق أول تيري بوكارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية. تناول لقاء عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وتبادل الخبرات بما يعظم القدرات القتالية لكلا الجانبين. كما التقى القائد العام بالفريق أول فابيان ماندون المستشار العسكري الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية، وتناول اللقاء عددا من مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية. أهلا بحضراتكم مرة تانية. وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بتنظم الحلقة الثالثة لبطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد ليلا على ملاعب وادي الفروسية المعد وفقا للمعايير العالمية لرياضة الفروسية. احنا هنخرج نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية. الحقيقة بعد انتشار خبر اتجاه البنك المركزي لإطلاق مؤشر الجنيه المصري والاستغناء عن الدولار الأمريكي، يتساءل المواطنون عن هذا الموضوع وهذا المؤشر. وللإجابة عن كل هذه الأسئلة خلونا نرحب بالدكتور عز حسنين الخبير الاقتصادي. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الفل.
صباح الفل يا فندم. اهلا بحضرتك فندم. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه عايزين توضيح اكتر للخبر وعايزين نفهم الخبر اكتر، يعني ايه اطلاق المؤشر مؤشر الجنيه المصري والاستغناء عن الدولار الامريكي؟ برضو يعني بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا يعني نقول ما فيش اسمها يعني مش هقدر استغنى عن الدولار الامريكي، العالم كله مش هقدر يستغنى عن الدولار الامريكي، لكن خلينا نقول ان في حاجه اسمها مؤشر عمله. مؤشر العمله ده او الكرنسي اندكس، دي حاجه موجوده في دول العالم يعني بقى لها عقود كبيره يعني بعيده قوي. يعني لو اتكلمنا مثلا عن مؤشر الدولار، في سعر صرف الدولار وفيها مؤشر اسمه مؤشر الدولار. طب عشان نبسط للناس، هو في حاجه اسمها مؤشر بورصه مش كده، في حاجه في البورصه اسمها مؤشر اي جي اكس 30، في مؤشر للبورصه بيطلع في السوق يقول المؤشر طالع او نازل. المؤشر ده او الاندكس ده هو اللي بيدي صفه للتداول. يعني ايه تداول؟ لما اقول والله البورصه النهارده صعدت 200 نقطه او 3000 نقطه، المؤشر اللي بيطلع، طب المؤشر ده عباره عن ايه؟ عباره عن السوق كله بتاع الاسهم دي بتاع البورصه، وسوق الاسهم ده عباره عن كل الشركات المقيده في البورصه، بيتعمل لها بتحسب لها بحساب معين مؤشر، المؤشر ده بيقول بيطلع او بينزل. لو المؤشر طلع يبقى السوق طالع بتاع البورصه، يبقى البورصه في صحه وسلامه كده كويسه. لو المؤشر نزل بنقول ان البورصه فيها مشكله او في طلب قليل على التداول في البورصه. ده مؤشر البورصه. بينقلها على العملات، بنشوف مثلا عندنا مؤشر زي مؤشر الدولار، ده من كام؟ من السبعينات مثلا. يعني مؤشر الدولار اول ما ظهر 1973، وتعدل في 2002 لما الاتحاد الاوروبي اتوحرت العمله بتاعته بقى يورو، فدخل المؤشر بتاع اليورو او دخل اليورو كعمله، فبقى في مؤشر للدولار. مؤشر الدولار ده عباره عن ايه؟ عباره عن سعر الدولار قدام مجموعه من العملات الرئيسيه اللي موجوده. المؤشر ده فيه حوالي 6 عملات رئيسيه، اللي هو مؤشر الدولار يورو وين ياباني واسترليني وكورونا سويسري وكورونا سويدي وفرانك سويسري وهكذا. يعني سله عملات موجوده ومعاهم الدولار، بيتم تقييم الدولار ده بوزن نسبي قدام كل بير من العملات او كل زوج من هذه العملات. وبيطلع على اساسه مؤشر معين. في مؤشر تاني للين، في مؤشر لليورو، في مؤشر للبريتش، في مؤشر للعملات التانيه. دي مؤشرات موجوده من يعني من زمان جدا موجوده في العالم، بيتم تدخلها بعيدا عن السعر بتاع الدولار لوحده از مثلا سنجل كرنسي كده. فاحنا لما بنقول احنا هنطلق مؤشر للسعر العمله المصريه، يعني معناها ان انا بشتغل بنظام الباسكت، زي ما قلنا كده مؤشر اي جي اكس 30، فده كل سوق العمله كلها. انا بقول مؤشر الجنيه المصري زي مؤشر الدولار زي الين زي اليوان زي فانا معناها ان انا سعر صرف الجنيه قدام الدولار ما عادش هيبقى سنجل او بير كرنسي عمله قدام عمله، لا هيبقى عمله الجنيه المصري مقاومه بويتد افريج او بوزن نسبي مقابل سله من العملات او باسكت اوف كرنسي. الباسكت دي عباره عن مثلا يوان، عباره عن دولار، عباره عن استرليني، عباره عن مجموعه من العملات، وبقيم العمله الجنيه المصري بوزن نسبي قدام هذه العملات. طب بقيم الوزن النسبي ده على اي اساس؟ على اساس الحجم التبادل التجاري بيني وبين الشركاء التجاريين اللي انا بشتغل معاهم في التجاره. مين اهم مؤشر او مين اهم دوله فيها حجم تبادل تجاري بيني وبينها كمصر؟ اعتقد طبعا وفقا لمؤشرات البنك المركزي ونشراته بحجم التجاره الخارجيه لمصر مع العالم الخارجي، بنجد ان الصين تحتل المرتبه الاولى في حجم التبادل التجاري. وبالتالي لما اجي اعمل الباسكت اوف كرنسيز دي، هيبقى عندي الصين او اليوان الصيني هو المؤشر الكبير. بقيس بقى لو مثلا هدي مثال، لو انا عندي مثلا حجم التبادل التجاري مع العالم كله مثلا 1000 دولار، الصين بتستحوذ مثلا على 500 دولار، يبقى الصين بتمثل في الباسكت دي 50% قدام الجنيه كوزن نسبي. يليها مثلا السعوديه بتمثل مثلا 200 دولار، يعني بتمثل 20%. امريكا في المرتبه الثالثه بتمثل 100 دولار، يبقى 10%. ال 10% دي الوزن النسبي للعملات قدام الجنيه بتتضرب كلها ببعضها مع الشركاء التجاريين الاساسيين. بختار اربع خمس عملات رئيسيه بشتغل معاهم، مثلا اربع خمس عملات او ست عملات، معاهم الذهب كمان احب بديله وزن نسبي جوه الباسكت دي، ومع فاكتور معين بيتحسب بطريقه اكتواريه، بدرب ده كله في بعضه بيديني رقم المؤشر. المؤشر ده بقى بقول بيبدا من 100، بيبدا من 1000 على حسب تكوينه وقتها. المؤشر ده طلع في السوق، يعني في حجم تبادل تجاري طلع مثلا مع الصين 10%،
يبقى العمله بتاعتي مع اليوان هتزيد 10% جوه البصرة. حجم التبادل بيني وبين السعوديه زاد مثلا 30%، يبقى حجم الجنيه قدام الريال هيبقى زاد 30%. المؤشر كله زاد لان حجم التجاره زاد، يبقى كده معناه ان الاقتصاد بتاعي بينمو وحجم الناتج المحلي بينمو، وده معناه نمو في الاقتصاد القومي. طب ميزه المؤشر ده، ميزه ان انا مش هعتمد بقى ان انا هيبقى عندي دولار بس لوحده هو العمله الاساسيه اللي موجوده بسعر بيها الجنيه قدام الدولار، لا انا بسعر الجنيه قدام مجموعه من العملات داخل باسكت اوف كرنسيز او داخل سله من العملات اللي موجوده عندي، وبالتالي ما عادش الدولار هو المهيمن وهو الاساس في تسعير الجنيه. ده باختصار كده معنى كلمه مؤشر. دكتور تحياتي لحضرتك يا فندم. يعني زي ما حضرتك، اهلا بحضرتك، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان في عده مؤشرات في مطبقه في عده دول. عايزين نعرف من حضرتك الهدف بقى من تطبيق المؤشر ده في مصر. الهدف منه ان انا يعني شويه، مش هقول ان انا هتنازل عن الدولار، لان برضه الدولار هو عنصر مؤثر في كل حاجه، في كل يعني التبادل التجاري بيننا وبين العالم الخارجي، لكن هقول ان انا ما عادش يعني عندي قلق او هقول ايه، ان انا مش رابط عملتي بالدولار زي دول الخليج مثلا. انا عندي دوله مش مصدره للنفط، دوله مش مربوطه اقتصادها بالدولار، ما عنديش سياسه او الريجيم بتاع ان انا بترو دولار مثلا عندي زي السعوديه وزي الخليج، وبالتالي هم رابطين عملتهم بالدولار ربط ثابت، يعني مثبتين العمله قدام الدولار. لا، انا دوله عندي اقتصاد متنوع وعندي شركاء تجاريين كتير، وبالتالي انا مش محتاج ان انا اقول عندي الدولار هو العنصر الاساسي في التسعير، وبالتالي انا بيبقى عندي فرايتي اوف تسعير للتسعير، العمله بتاعتي قدام العملات عندي فرايتيز، الفرايتيز دي جايه لي من الشركاء التجاريين اللي عندي. فالهدف ان انا ما بقاش الناس على طول قلقانه الدولار امتى طلع والدولار نزل، سعر السوداء وسعر مش عارف ايه، لا مع الوقت الحاجات دي كلها كل يوم الصبح الاقي المؤشر زاد طلع نزل قدام سلة من العملات الرئيسية وليس قدام الدولار لوحده فقط تغيير. طب يا دكتور، هل الربط ما بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي هو أمر مغلوط؟ لأنه البعض بيقول كده، واللي بيقول كده بيستند على فكرة أنه الولايات المتحدة ما هياش الشريك الأساسي التجاري لمصر، فممكن حضرتك توضح لنا الأمر ده أكتر؟ هو مش امر مغلوط، يعني ده طبعا الناس بتتكلم كتير وفي التحليلات وبنقرا على المواقع، بس بيقول لك ده امر مغلوط ان انا اربط الجنيه بالدولار. امر مغلوط؟ ما هو لو مغلوط يبقى احنا مغلوطين بقالنا 70 80 سنه. لا، احنا مش هنقول امر مغلوط، هنقول ان احنا كان المفروض من الاساس يحصل تصحيح لتسعير سعر العمله المحليه قدام الدولار. التصحيح ان احنا نعتمد على باسكت من الكرنسي زي ما قلنا، سله عملات رئيسيه بتحدد على اساسها سعر العمله بتاعتي، ان انا عندي شركاء اساسيين. امريكا على فكره ترتيبها في كتبادل تجاري بيننا وبين مصر تقريبا الرابع تقريبا، يعني الصين في الاول والسعوديه والامارات والانجليزيه، بعدهم امريكا وتركيا والمانيا وايطاليا، يعني في يعني لو كلمنا على 15 دوله نجد امريكا مثلا ترتيبها الخامس او السادس والصين هي رقم واحد. فبالتالي انا يعني ليس هناك اي داعي ان انا اقول ان انا الدولار بتاعي مربوط بالجنيه او الجنيه مربوط اساسا بالدولار، وانا عندي اساسا الشريك الاساسي التجاري هو الصين وبعض الدول العربيه وفي من الدول الاوروبيه. فبالتالي انا عندي تنوع في التعامل مع العالم الخارجي، وبالتالي ما اربطش نفسي بالدولار. لكن هو امر مش مغلوط ولا حاجه، لكن هو كان يجب تصحيحه من زمان، وكنا اقتصاديين بقالنا يمكن اكثر من 15 سنه بنقول يا جماعه احنا لازم نسعر الجنيه بسله عملات رئيسيه. يعني اقول يعني قد حان الوقت دلوقتي، البنك المركزي مع وجود الاستاذ حسن عبد الله، والراجل عنده فكر مستنير وفاهم العالم كله ماشي ازاي دلوقتي بخصوص التسعير سعر الصرف. فالراجل انا يعني من ساعه ما وصل للبنك المركزي بيقول انا هطلق مؤشر للجنيه بدل ما انا بثبت او بستخدم الجنيه قدام الدولار كوسيله، او بنبقى زينا زي دول العالم سله من العملات الرئيسيه بيتحدى عليها سعر صرف الجنيه قدام العملات كلها مش بس قدام الدولار. دكتور عز، طيب كده الدولار هو يعني عمله التسويه والمعاملات الدوليه بين المجتمعات، الاهم او ضروره ان يكون عندنا احتياطي نقدي ما نستندش بس على الدولار، دي يعني ايه الاهميه؟ هو اي دوله في العالم الاحتياطي النقدي الدولاري او النقد الاجنبي عباره عن سله من العملات برضو،
عبارة عن مجموعة عناصر، منها الذهب، منها الدولار، منها ممكن يبقى يورو، ممكن يبقى سندات، ممكن يبقى حاجات حقوق سحب بتاعت صندوق النقد الدولي. دي كلها تبقى عبارة عن سلة من العملات اللي موجودة بنسميها الاحتياطي، دي عبارة عن مدخرات مصر أو مدخرات أي دولة من العملة الأجنبية اللي بتخش لها من السياحة ومن التصدير، تحولات عاملين، عائدة السياحة، الحاجات دي كلها. فبيتحوش عندي مجموعة من العملات الأجنبية دي، بتقدر إلى حد كبير بتسند لي العملة المحلية تحت أي ظرف من الظروف، بتثبت لي وارداتي من السلع الأساسية، بتأمنها لي من البترول، من السلع الأساسية والغذاء والدواء وغيره، والحاجات دي كلها بتأمنها لي على الأقل 3 شهور كبنش مارك عالمي. إن إحنا بنقول إن إحنا عندنا واردات 3 شهور، إحنا أحيانا في مصر بنوصل ل6 شهور، معلش إحنا عندنا أزمة شوية، لكن في كل الأحوال إحنا الاحتياطي النقدي ده مهم جدا وضروري. وأعتقد إن إحنا يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية ربنا يسهل ويعني موارد الدولار تتحسن شوية إن شاء الله. طب يا دكتور، عشان برضو البعض بيتساءل، هل من المتوقع انه يكون في اتجاه من جانب البنك المركزي لرفع سعر الفايده لمواجهه التضخم خلال اجتماعاته المقبله؟ برضو التضخم عندنا في مصر للاسف، يعني احنا في التقرير الجهاز المركزي للتعبير والاحصاء، التضخم اللي هو بيصدر التضخم العام، التضخم زاد 2% من 38.6 تقريبا ل 40.3 تقريبا، زاد 2% يعني على اساس سنوي، وزاد من شهر لشهر تقريبا برضو حوالي 1.2%، وده هيدي انطباع برضو ان الكور انفليشن او التضخم الاساسي اللي بيصدره بعديه بقى البنك المركزي، اتصور انه ممكن يزيد 2% كمان ويتجاوز ال 40%. في الحاله دي البنك المركزي مش هيبقى قدامه غير حل وحيد، انه مع ارتفاع التضخم، احنا قلنا الجلسه اللي فاتت ما كانش فيه تضخم، كان بيقل، فحصل البنك المركزي ثبت سعر الفايده، المره دي التضخم بيزيد وتوقعات زياده في التضخم، وبالتالي هيبقى المركزي ما فيش قدامه غير انه يرفع سعر الفايده ممكن بواقع 100 نقطه اساس او 1%. انا رايي الشخصي كعز، انا بقول ان البنك المركزي لو ثبت سعر الفايده هيكون الافضل. الجلسه اللي جايه يوم 22/6، و22/6 معناها ان احنا هنقفل الموازنه العامه للدوله او البادجت بتاعتنا في 30/6، والاجتماع في 22/6. لو رفعت الفايده 1% هيكلف الدوله 60-70 مليار جنيه زياده على الموازنه العامه، تضاف على عجز الموازنه العامه. اعتقد انه ما فيش داعي للرفع من وجهه نظر الشخصيه، المركز طبعا هو صاحب القرار، لكن من وجهه نظر الشخصيه انا بقول ان التثبيت هيكون افضل، على الاقل نعدي الجلسه اللي جايه دي. لكن لو اضطر البنك المركزي لاي سبب من الاسباب ممكن جدا يرفع السعر 1%، وانا بأتمنى انه يثبتها الفتره اللي جايه، على الاقل بعد الجلسه دي يعني. دكتور عز حسنين الخبير الاقتصادي، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذه المداخله وهذه المعلومات، الحقيقه دايما بتبقى اكثر من رائعه، بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. مشاهدينا نخرج لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم فقره الاخبار، خليكم معانا. ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك، أنا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر، وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحة من كتابك. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب، اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ضحيت زمان وهضحي تاني ومستعد، وتشد ريحة الدنيا شاب، صالب في طولي ما انحنتش، يفديك دمي وانت عارفة دمي حر، والعرض لسه مستمر، لسه الحكاية ما انتهتش. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك،
واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. وزارة الصحة والسكان أعلنت عن نجاح حملة متحدون ضد التدخين. وصلت النجاح أو وصل المستهدفين للحملة لحوالي أكتر من 20 مليون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، و 8.5 مليون من خلال التلفزيون والإذاعة، وده في أقل من 9 شهور أو في حوالي 9 شهور. إحنا التفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف دكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك ودايما منورنا في صباح مين. مرسي جدا يا فندم. الحملة انطلقت من 26 سبتمبر تقريبا 2022، واستمرت حوالي 9 شهور، حققت خلالها نتائج كبيرة ونجاحات كبيرة، مش في مصر بس لكن في عدة دول. يعني عايزين نعرف من حضرتك فكرة عن الحملة. وطبعا الحملة نفسها كمتحدون ضد التبغ بالذات والكوفيد، دي كانت الفكرة بتاعتها طبعا انها تجمع ما بين مكافحة التدخين ومكافحة وباء كورونا، خاصة ان طبعا التدخين من احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى مرضى في الجهاز التنفسي، الى جانب ان الكوفيد ايضا بيؤدي الى طبعا زي ما كنا بنشوف التهابات في الجهاز التنفسي، التهابات رئوية، وممكن العيان بيوصل بدرجة انه بيدخل رعاية مركزة، وبيكون التدخين او المدخنين بيكونوا احد اسباب او احد العوامل اللي بتؤدي الى دخول الحالات في حالات حرجة. فطبعا انطلقت الحملة في 26 سبتمبر من 2022، وده كان بالتزامن، ده كان منطلقة في عدة دول عربية أخرى، وهي طبعا كان معنا الأردن وفلسطين والعراق. طبعا الحملة كانت تعاون ما بين وزارة الصحة والسكان وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر القاهرة، إلى جانب طبعا بعض الجهات الدولية اللي معنية بمكافحة التدخين زي الصحة الدولية للتنمية والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية المعروفة باسم إنفينيت. طبعا الحملة كانت بتستهدف الشباب بالذات علشان بنحافظ على شبابنا، طبعا زي ما بتقول هم دول عماد الدولة، اللي احنا مش عايزين حد يدخل في التدخين بكل أنواعه. وسميناها متحدون ضد التبغ بالذات علشان تكافح كل انواع التبغ وبكل اشكاله وصوره، بحيث اننا سواء سجاير سواء شيشه سواء تدخين الكتروني، كل انواع التبغ المعروفه. الحمله كانت بتستهدف الشباب اكثر، كنا مستهدفين حوالي 20 مليون. الحمد لله بعد انتهت اعمال الحمله يعني لغايه وصلنا لغايه حوالي 29 مليون شافوا الفيديوهات اللي اتعملت علشان تكافح التدخين، وكانت فيديوهات من صور حية لأشخاص كان عندهم أمراض بسبب التدخين، وطبعا لحقوا نفسهم لكن الوقت كان متأخر، لأنهم أصيبوا أمراض خطيرة جدا زي أمراض زي السدة الرئوية، أمراض زي سرطان الرئة، أمراض زي الدرن الرئوي. فدول بنقول إنهم وصلوا رسالة حية لكل مدخن إنه يقلع عن التدخين ويحافظ على نفسه ويحافظ على صحته من بدري. الشباب بتوعنا هو طبعا امل مصر، وهو ده اللي بيقود مصر نحو تحقيق اهداف التنميه المستدامه اللي طبعا بتتمناها من المنظمات العالميه، منظمه الصحه العالميه والامم المتحده في كل المجالات. اللي عندنا 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه في كل المجالات مش بس في الصحه، ومحدش هيقدر يقوم بالحاجات دي الا لما يكون في شباب فعلا قوي خالي من الامراض، وشباب قادر على انه يقود قاطره التنميه ان شاء الله. طبعا الحمله كان من ضمن الوسائل اللي هي بتعبر بيها عن الرسائل اللي توصل لكل الناس ولكل الشباب، هي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام وتويتر، الى جانب طبعا الحلقات اللي تم بثها عن طريق مختلف القنوات التلفزيونيه والاذاعيه. فكل ده اللي حقق لنا المستهدف بتاعنا وعدينا المستهدف ووصلنا لحوالي 29 مليون عندنا في مصر، الى جانب طبعا في بعض الدول العربيه وصل المستهدف يمكن 25 مليون في العراق، 3 مليون في الاردن، حوالي 2.5 مليون في فلسطين.
فنقدر نقول الحمد لله، وما زلنا بنقول ان احنا هنواصل برضو الحمله، مش هنوقف لغايه كده، هنفضل نكافح التدخين بكل صوره وباشكاله. هنشجع الشباب انهم ما يدخلوش في التدخين، هنشجع المدخنين انهم يقلعوا عن التدخين بصوره سريعه، يحموا نفسهم من كل الاثار الضاره اللي ممكن يسببها التدخين. هنوعيهم بايه هي فوائد الاقلاع عن التدخين في المرحله المبكره. كل ده ان شاء الله بالتعاون مع كل الجهات المعنيه سواء في مصر او خارج مصر، نقدر ان شاء الله نحقق اللي احنا بنستهدف فيه باذن الله. طب يا دكتور، احنا بنتكلم هنا عن 29 مليون وصلوا لهم الحملة في مصر، وبنتكلم كمان عن 25 مليون في العراق و2.5 مليون في فلسطين، فالحقيقة أرقام كبيرة جدا مستهدفة من خلال هذه الحملة. في الاجتماعات الأولى للحملة هل كنتوا متوقعين أنكم توصلوا للأرقام الكبيرة قوي دي؟ يمكن واحنا بنحط المقترح كنا بنراعي ايه هي الفئات السكانية المستهدفة، ايه تقسيم الفئات العمريه عندنا بالنسبه للسكان عندنا في مصر. حطينا المستهدف بتاعنا على هذا الاساس وقلنا هنشتغل عليه ان شاء الله. واحنا عارفين طبعا ان صفحات الفيسبوك سهل جدا ان ممكن نقدر نوصل لعدد كبير جدا من الارقام المستهدفه، فحطينا الرقم اللي ممكن يحقق يمكن 20 مليون من ال 100 مليون، يعني تقريبا خمس سكان مصر. ده كان رقم بنبص له على انه رقم كبير جدا، لكن اشتغلنا واشتغلنا بكل ما في قوه، يعني استعنا بكل الناس اللي ممكن تشتغل معانا تحقق لنا الهدف بتاعنا، والحمد لله قدرنا ان نحقق الهدف. يمكن من ضمن الناس اللي ساعدتني يمكن الاعلام وقف بجانب الحمله وقدر انه يوصل لاكبر عدد كبير جدا من الناس، الى جانب ان طبعا صفحات الفيسبوك لما بتتشير من صفحه لصفحه لغيره ده بيخلي كل الناس بتقبل على مشاهده، وخصوصا بقى انك لما بتعمل رساله مبسطه وسهله الفهم وبتوصل لكل مساعد المستمع ولكل مشاهد، وخاصه الافلام اللي هي بتحكي قصص حقيقيه وواقعيه لاشخاص اصيبوا بامراض مرتبطه بالتدخين، فدي بتخلي زي ما بنقول انها تبقى اتراكتف للناس، بتشد انتباه الناس وتجذبهم انهم يشوفوا الفيديو للاخر. يبقى في ان شاء الله اتعاظ من الحاجات دي والرساله توصل لكل بيت ولكل شاب ولكل شابه، ويوصلوها هم كمان لاهاليهم ولاولادهم ولابهاتهم، ونقدر ان شاء الله في وقت قريب جدا نقدر نقول ان احنا في ناس ما دخلتش في عالم التدخين، في ناس قدرت انها تقلع عن التدخين بسبب الرسائل اللي وصلت عن طريق هذه الحمله. دكتور، هو في خط ساخن للتواصل ممكن حضرتك تقوله لنا؟ هو طبعا احنا عندنا الخط الساخن اللي هو طبعا الخاص بالاقلاع عن التدخين، في عندنا اكثر من خط ساخن، وفي عندنا خط طبعا موجود على لو احنا مسكنا علبه السجاير هنلاقي في الخط الساخن موجود ومكتوب على العلبه نفسها. ومن خلال الصفحات، يعني اللي عايز يتواصل مع حضراتكم الرقم موجود على علب السجاير نفسها والصفحات اللي على الفيسبوك. موجود طبعا على علب السجاير، موجود على 16805، موجود عندنا في اكثر من خط موجود. ده طبعا ويمكن من ضمن الاهداف بتاعت الحمله واللي قدرنا انها نستنتج منها وعرفنا النجاحات بتاعتها، ان لقينا المكالمات اللي بيستقبلها الخط الساخن ما قبل الحمله، لما قارناها ما قبل الحمله الى جانب ما بعد الحمله او اثناء الحمله، لقينا عدد المكالمات زاد. ده معنى كده ان الناس فعلا تاثرت بالمواد التوعويه اللي كانت موجوده على صفحات الحمله، واللي قلت الناس فعلا تقبل وتبقى عايزه تسال ازاي تقلع عن التدخين وازاي انها تلجا الى حد يساعدها للاقلاع عن التدخين. طب يا دكتور، في إحصائية بتقول إن التدخين بيؤدي بحياة شخص كل 6 ثواني، والحقيقة الإحصائية دي منتشرة كتير جداً على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت، مدى صحة هذه الإحصائية إيه؟ هو طبعاً التدخين مرتبط بوفيات كثيرة جداً، الوفيات دي ممكن تكون إصابات مباشرة وممكن تكون غير مباشرة، بمعنى انها ممكن تكون اصابات بامراض، الامراض دي بتكون الاصابه بتاعتها بطريق غير مباشر نتيجه تعرض للتدخين، ودي امراض بتؤدي الى الوفيات. احنا لو احصينا
كل الأمراض اللي هي بيكون التدخين عامل مباشر فيها، زي كل الأورام السرطانية، منها سرطان الرئة، سرطان المريء، سرطان الحنجرة، سرطان المعدة، حتى سرطان المثانة وسرطان عنق الرحم، لو إن في علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة بمنتجات التبغ اللي بتروح بالدم وبتؤدي إلى بعض التغيرات الحيوية، إن لما تيجي الخلايا بتبني نفسها بطريقة صحيحة مع المدخنين بيتم بناء هذه الخلايا بطريقة غير صحيحة، وده اللي بيؤدي إلى وجود أورام في مثل هذه الأعضاء، ودي طبعا بتكون النهاية بتاعتها هي الوفيات. إذا كانت طبعا بعض الأمراض المعدية زي مرض الدرن مثلا، هنلاقي إن ده ممكن يسبب وفيات، وده بيكون الإصابة مباشرة سواء بطرق نقل العدوى، وأهمها طبعا الشيشة، انتقالها من فم لفم أو من زي ما بتقول، أو إن عن طريق الأماكن المغلقة اللي ممكن يكون حد مصاب وقاعد مع بعض الناس، فعن طريق الكحة في أماكن مغلقة وفي تجمعات، فده ممكن ينقل العدوى. إلى جانب طبعا إن الجهاز التنفسي بتكون مناعته قليلة مع المدخنين، فده بيؤدي إلى الإصابة بالميكروب. بعد كده المرض ممكن يؤدي إلى مضاعفات وممكن تؤدي إلى الوفيات، إلى جانب إن نسب الشفاء عند الغير مدخنين طبعا بتكون أقل من المدخنين. لاحظنا في فترة كورونا برضو إن برضو كان التدخين سبب وعامل مساعد إن ممكن الفيروس يكون عند المدخنين بيسبب إصابات خطيرة مثل الالتهابات الرئوية وتفاقم الحالات اللي ممكن تدخل رعاية مركزة أو توضع على أجهزة نفخ صناعي، واللي ممكن تؤدي إلى الوفيات. فهي أمراض كثيرة جدا، الأرقام كل يوم والتاني تدينا أرقام جديدة ومؤشرات جديدة إن التدخين ده عامل مساعد سواء مباشر أو غير مباشر في الإصابة بالأمراض المميتة. يعني يا دكتور يعني نتائج مبشرة وحلوة جدا، وإن شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من الـ يعني الناس تاخد بقى بالها من نفسها ومفيش أغلى من الصحة. دكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا الإخبارية، لكن اسمحوا لنا نطلع لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل باقي أخبارنا، خليكم معانا. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان الله وكل خطوة نص، ومهما كان انت مصر يا مصر، وكل خطوة نصر معايا نعيش يا مصر ونموت يا مصر. مصر مصر تحيا مصر، كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت الحبيبك سلامة وانت العدوك نهاية، كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية، انت الحبيبك سلامة وانت العدوك نهاية. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنص، نعيش يا مصر ونموت يا مصر. حصن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. مصر بلادي الجميلة،
حسن السلام والأمان، وانت الحضارة الأصيلة قبل التاريخ والزمان. ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر، ومهما كان انت مصر وكل خطوة بنصر، نعيش بمصر أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مستمرين في أخبارنا. أكيد خلال الأيام اللي فاتت حضراتكم تابعتوا بشكل كبير الترند اللي كان منتشر جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى كل محركات البحث، وهو كان عن وقعة هجوم سمكة قرش على سائح أجنبي في الغردقة. والحقيقة أنه كان في ردود أفعال مختلفة كتير جدا على كل المستويات، خصوصا أن مكان تواجد الوقعة أو مكان تواجد هجوم القرش على السائح كان قريب من الشاطئ، في مكان نادر الوجود فيه مثل هذه الأنواع من الأسماك. فالحقيقة أنه الموضوع فيه تفاصيل كتير وفيه أشياء كتير يجب أن نعرفها. عشان نعرف كل هذه الأشياء خلونا نرحب بالدكتور محمود عبد الراضي، الأستاذ التفرغ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة. يا دكتور بنرحب بحضرتك وصباح الفل. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني في البدايه الناس كلها بيسالوا دلوقتي، هو طبيعي او امر طبيعي يعني وجود سمكه القرش في المكان القريب من الشاطئ اللي كان موجود فيه؟ لا 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 طبعا مش طبيعي، ده بتبقى ظروف طارئه والامور طارئه، بس انما التواجد الطبيعي بتاعها بيبقى في المياه العميقه وفي البحر المفتوح. طب ايه سبب تواجد القرش في هذا المكان يا دكتور؟ هو الاحتمال المرجح اللي احنا اشتغلنا عليه واللي احنا رصدناه من خلال الاحداث اللي حصلت في الفتره اللي فاتت والحادثه الاخرانيه، ان هي اسماك بتدخل لعمليه وضع المواليد وعمليات ولاده بعيدا من الذكور، لان اول شيء بتعمله اسماك النمر او التايجر شارك، انها اول ما تبدا عمليه الولاده بتبدا تنقي مكان في المناطق اللي هي الضحلة أو المنخفضة العمق بعيد من الذكور، خشية على أطفالها من الذكور، لأن ده العدو الأول اللي هي بتخاف منه أنه هو يأكل المواليد. وبتخرج لأماكن ضحلة وبتأمن الأماكن دي كويس قبل عملية الولادة. لكن لو حصل أن هي دخلت المكان ولقت في أعضاء طبيعية بتبدأ تهاجمها بشراسة زي ما حصل في الأحداث الأخيرة. تحياتي لحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كتيرة جدا، ده أنا بعوم في البحر بتاعي فأنت إيه اللي جايبك عندي، يعني أن السمك حر أو أن القرش حر أعوم مكان ما أنا عايز، يعني اللي خلى سلوك زي ده، وطلع طبعا نصايح كتيرة لأ يعني تتعامل إزاي في مواجهة حاجة زي دي، إيه اللي السلوكيات الاستفزازية لسمكة القرش؟ السلوك الاستفزازي أولا هو مش حكاية إن هو البيئة بتاعتها أو إن إحنا نتعامل أنتوا إيه اللي جابكم، لا هو هي بيئة وده كائن حي ربنا خلقه بشكله كده، فإحنا لما نتعامل مع البيئة يبقى لازم درسين السلوك ده كويس، ولازم نراعي ان الكائنات دي كائنات حية وموجودة في البيئة الطبيعية بتاعتها، يعني احنا كبشر لازم احنا اللي نعدي بسلوكنا، ولازم يبقى احنا عندنا اجراءات احترازية ضد هذه الحوادث، خاصة ان الحوادث دي يعني بدأت تتكرر بسبب جرأة الانسان في التعامل مع القرش، خاصة إن اللي بيعمل كده غالبيتهم ناس مش مدربة ولا هي عارفة تتعامل مع القروش إزاي، يعني لأن اللي بيتجرأ، وطبعا في فيديوهات بتبقى منتشرة لناس غطاسين، ناس عندهم خبرة كافية في التعامل مع
أسماك القرش وبعض الناس بتحاول تقلدهم وتعمل زيهم. التقليد في حد ذاته لا مش مطلوب. إنك أنت تغامر وتدخل البحر لأعماق كبيرة لوحدك ده مش مطلوب في كل الأحوال في قرش أو مفيش، لأن الخطورة ممكن ما تبقاش قرش بس، فلازم يبقى في عمليات تأمين كويسة للناس وعمليات توعية كبيرة للناس في مجال استخدام البحر أو الاستمتاع بالبحر. طب يا دكتور، يعني بما أن بقى حضرتك متخصص، هل سلوك القرش أصلا سلوك عدواني؟ لا في الطبيعة لا، القرش مش يعني عدواني. لازم يحصل حاجة تستفزه عشان بالزبط يبقى عدواني. بالزبط بالزبط. أولا القرش بيتجرأ على المناطق الضحلة أو الأماكن اللي فيها الناس في حالتين. الحالة الأولى ودي كانت منتشرة لفترة قريبة والحمد لله تم الحد منها، أن بعض أصحاب المراكب كانوا بيأكلوا القروش، وبالتالي القرش بيبقى عامل زيه زي أي حيوان أنت أكلته، بيبدأ يتجرأ على المكان ويدخله يدور على أكل، فلما ما بيلاقيش بيبدأ يهاجم، وده اتكرر في حوادث كانت حصلت في السنوات السابقة. الحالة الثانية اللي هي الحالة اللي هي قدامنا واللي احنا بنشرحها، ان بعض الاناث بتدخل في مناطق ضحلة لعمليات ولادة. لك ان تتخيل حيوان داخل بألام ولادة خايف على صغاره، ممكن لما يلاقي عدو طبيعي في المكان ممكن يعمل ايه؟ وده تصرف طبيعي وسلوك طبيعي من الكائن، لكن ان هو كعدواني لا، القرش في الظروف العادية مش عدواني. الكائن الوحيد اللي عدواني في كل احواله هو الانسان بس. لكن القرش سلوكه اصلا مش عدواني، هو لا 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 لما بيتعرض لحاجة بيبقى لا لا لا، بدليل ان في ناس بتنزل وبتعوم حواليهم وبتغطس معاهم، بس بيبقى معاهم ليدر، بيبقى معاهم ناس بتقود المجموعة لمنع أي سلوك غير محتمل قد يصدر من القرش. وناس كتير بتتصور معلش ما بيبقاش فيها مشاكل، لكن لو غيرت سلوكه أو استفزيته لظرف ما في الحالة دي لازم يبقى عدوانه، ده طبيعي. طيب دكتور، هي وزيرة البيئة وجهت الجهات المعنية طبعا باتخاذ كل الإجراءات الخاصة بالحماية، عايزين نعرف من حضرتك إيه المطلوب من أصحاب المنتجعات والأماكن السياحية في التعامل كجانب تأميني؟ أولا الإجراءات الاحترازية دي مهمة للغاية، وكلام الأستاذة الوزيرة في الجانب ده فعلا مفروض يبقى فيه دورات توعية لكل أصحاب المراكب، لكل الناس اللي بتعمل في البحر، سواء أصحاب مراكب أو سواء دايفرز أو أصحاب مراكب غطس أو ناس بينزلوا ليدرز مع السائحين، إن هو مش من المحبب إنك أنت تقترب من القرش أو تتعامل معه وأنت غير مدرب. اتفرج عليه في البيئة البحرية عموما، إحنا بنقول ما تلمس، اتفرج بص بعينيك وشوف بعينيك. الحاجة الثانية، لو حس أي حد بمجرد خطورة لا محدش ينزل المكان ده وتبتعد منه. ملاحظة أسماك التايجر شارك تحديدا في المناطق الضحلة ده بيبقى فيه حدث، يبقى لازم فيه تحذير، وهي السمكة نفسها بتحذر، لأن السمكة بتدخل المكان بتأمنه قبلها وبتتشاف. يعني إيه بتحذر يا فندم؟ يعني بيبقى فيه الناس بتبقى هي بتدخل لتأمين المكان وبيشوفوها، مجرد ان سمكة التايجر شارك دخلت للمية الضحلة يبقى هي المكان ده هي عايزاه، ويجب التحذير ان محدش يتواجد في المكان ده. وخلال اليومين ثلاثة بعد الحادث اللي فات اصحاب المراكب وناس كتيرة بلغونا ان اسماك التايجر شارك تواجدت في اكتر مكان من المناطق الضحلة، لان احنا بناء على الحادثة اللي قبل كده والحادثة دي احنا الفترة دي في فترة ولادة للتايجر شارك، وزي ما قلت لحضرتك هي بتدخل المناطق الضحلة بعد ما بتأمنها كويس وبتحميها لعمليات الولادة، وبعد كده بمجرد ما بتخلص العملية دي وتطمن انها عملياتها تمت بسلام وبتمشي هي ولادها من المكان وبتترك. طب يا دكتور، يعني بالتأكيد بيبقى فيه دراسات وفيه إحصائيات بتتعمل على مثل هذه الأنواع من الأسماك،
هل يعني تم ملاحظة أنه في تغيير في سلوك القروش في الفترة الأخيرة؟ لا مفيش حاجة يعني زي دي. أولا التصرف بتاع القروش في البيئة البحرية ده تصرف غريزي بالغريزة بتاعتها. إنما في تغير في سلوك أو في أي حاجة، لا مفيش أي حاجة نقدر نقول إنها موثقة ولا مثبتة بالكلام ده. السلوك بتاعها طبيعي، وده اللي ربنا خلقها بيه واللي بتتواجد بيه. هي ما كانتش بتلد في مناطق عميقة وبعدين غيرت المناطق الضحلة، لا ده الكلام ده مرصود ومتسجل، وده حتى الصيادين نفسهم عارفين الكلام ده ان هي بتدخل في الاماكن دي وبيلاحظوها وبيشوفوها. انما تغير سلوك لاسماك القرش لظروف ما او لاسباب ما، لا الكلام ده مش موجود. مش موجود. دكتور محمود عبد الراضي الاستاذ التفرغ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقه، بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على هذه المداخله. مشاهدينا نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اللي شايفه حلم او خيال، اوصف الجمال ده قول في ايه، اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عامله ايه. ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة ولا على البال. اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني، الجمال ده يا عيني جنة.
أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. إحنا بنتكلم عن الفيلم التسجيلي الأول أو الفيلم الوثائقي الأول بكورة إنتاج قناة ميسات، الفيلم التسجيلي بين التلين، واللي بيلقي ضوء على ظاهرة الكونية تعامد الشمس على المذابح الثلاثة، الملاك ميخائيل والسيدة العذراء والشهيد مارجرجس الموجودين في كنيسة الملاك ميخائيل بدير الملاك ميخائيل. هنروح نشوف التيلر بتاع الفيلم ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عندما انتشرت المسيحية في مصر انتشرت كالنار في الهشيم. أنا المصري المسلم بيجي في مكان زي ده أحس بالتواصل مع الله. كان عظمة اللي موجود في دير الملاك ميخائيل، مهندس اللي قام بهذه الكنيسة ربط الطقس بالفلك بالكتاب المقدس. أنا أدعو الجميع التزود بالمعرفة للذات المصرية نظرا للأهمية التراثية والتاريخية والأثرية لهذا المكان، وهي امتداد لما عملوه وقاموا به أجدادنا الفراعنة. عشان كده احنا قدمنا العمل ده علشان نعرض باستفاضة تفاصيل المكان. أهلا بكم في بين التلين. وللحديث أكتر عن فيلم بين التلين هيكون معانا مخرج الفيلم والسيناريست أستاذ مينا شلبي علشان نعرف تفاصيل أكتر عن الفيلم. صباح الخير يا أستاذ مرمينا. أهلا يا مرمين، صباح الخير. صباح الخير أندرو. صباح الفل عليك. طبعا مبسوط أن أنا ببدأ صباحي معاكو، ومبسوط أن أنا برضو ببدأ الصباح مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي. أنت منورنا في صباح مية، والفيلم يعني شكله جامد جدا، عايزينك تكلمنا بقى عن الفيلم. اوكي، هو طبعا الفيلم احنا كلنا عارفين ان الفيلم بيحاكي الظاهره الكونيه اللي هي تعامد الشمس على الثلاثه مذابح الموجودين في كنيسه الرئيس الملائكه الجليل ميخائيل في دير الملك نفسه، وده طبعا نفس اللي بيحصل في المعابد المصريه القديمه زي معبد ابو سمبل وتعامد الشمس على رمسيس الثاني ومعبد والدير البحري اللي هو معبد حتشبسوت وكتير من المعابد المصرية القديمة. وطبعا الفيلم يعني بيحاكي نفس الظاهرة، ولكن في ثلاث مذابح في الكنيسة، ودي حاجة بحد ذاتها بتدل ان المهندس المصري فضل عبر العصور والقرون اللي احنا عشناها من اول مصر القديمة لحد عصور قريبة مننا، فضل محافظ على التراث المصري القديم في فكرة المعمار وهكذا. وده طبعا بيدي الحق، واحنا بنأكد فيه برضو الفيلم، ومن هدف الفيلم الأساسي ان احنا بنلقي الضوء ان الكنائس القبطية المصرية ليست فقط أماكن للعبادة، ولكنها بتحمل قيمة تاريخية وتراثية كبيرة جدا. طيب مريمينا، أكيد كان في كواليس وكان في حاجات كتير قوي أثناء التصوير، احكي لنا بقى يعني الدنيا كانت ماشية ازاي، و والفيلم اتصور في قد ايه؟ طيب هو طبعا الفيلم اتصور في ايام يعني قليله، مش طبعا كنا بنصور في كنيسه في دير، فالمكان نفسه كان مرتبط بقداسات واجتماعات وفي انشطه كتيره يعني، ولكن الموضوع برضو كان صعب في حته معينه، لان انا كنت بتعامل مع يعني شمس وبتعامل مع مناخ، وكنت مرتبط بوقت معين وتاريخ معين ويوم معين لازم كنت ابقى متواجد فيه عشان انقل الحدث بالظبط. تمام، ولكن يعني هي كانت صعوبه، وفي نفس الوقت كان فيها متعه بالنسبه لي، لان المكان مش مقتصر فقط على الظاهره الكونيه اللي هي تعامد الشمس دي، ولكن المكان فيه حاجات كثيره جدا، يعني كان فيه مقتنيات اثريه، في اماكن اثريه زي حصن، وفي مكاتب وحاجات كثيره كده. فانا كمان كنت محتاج ان المقتنيات الاثريه ديت كانت تتصور بشكل ارتفيشال شوية، يعني شكل احداثي اكتر، عشان اقدر اوصل للمشاهد او اللي بيتفرج على الفيلم القيمة او الروح اللي كانت تملكها هذه المقتنيات عامة يعني.
فطبعا انا كان في مجازفه كبيره جدا ان احنا بنعمل سيتاب اضاءه معين وبننقل الحاجات الاثريه دي من مكانها نحطها في السيتاب ده عشان تقدر تتصور بشكل احداثي اكتر. فطبعا كان في ستريس جامد جدا لان ما يعني الموضوع ما كانش يسمح ب 1% غلط. الحاجات الاثريه دي ما كانش ينفع تتكسر او تتخربش، وكان في منها حاجات حجمها كبير وتقيله في نفس الوقت. فطبعا احنا كنا طول الوقت في استرس في الحته دي، وانا ما كنتش حابب خالص 1% ان احنا اي نوع من انواع الخسائر طبعا. طيب مارمينا، لو رتبنا اجزاء الفيلم، ايه اكتر جزء اخذ مجهود في التنفيذ؟ هو اكتر جزء في التنفيذ هو طبعا الفيلم يعني بيلقي الضوء على الجانب الاثري والتاريخي والتراثي للمكان، ولكن في نفس الوقت ان الفيلم كان جوه دير وجوه كنيسه، فلازم كنت اطفي عليه اللمحه الدينيه وهكذا والعقاديه طبعا في الموضوع يعني. فده كان صعب جدا. حاجه كمان ان زي ما قلت لك ان الفيلم المكان فيه حاجات كثيره جدا مش مقتصر على الظاهره دي، وفي نفس الوقت فانا كنت لازم انتقل من موضوع للتاني للتالت حرفيا في السكريبت والسيناريو، كان خد مني مجهود شويه عشان اقدر اعمله بشكل محترف لائق، مش اخراجيا فقط ولكن في السكريبت كمان او في السيناريو يعني. طيب مريمين، يعني بالتاكيد واحنا بنتفرج على الفيلم كجمهور او كمشاهدين بنشوفه بعين، والمخرج وكاتب العمل بيشوفه بعين تانية. فلو بنتكلم عن المخرج مريمينا شلبي مخرج العمل، شايف ايه اكتر حاجه مميزه في هذا الفيلم؟ وانا بشكرك اندرو على السؤال ده بصراحه، يعني ده سؤال جميل يعني. شوف انا اقول لك على حاجه، هو طبعا بصرف النظر عن السكريبت التنفيذي او السكريبت اللي انا حكيته دوت اللي بيحكي حاجات معينه في المكان، انا كان جوايا سيناريو تاني، لان انا كنت بعتبر المكان ده كما لو انه شخص او بني ادم قدامي، لان اكتر حاجه بتميز الفيلم هو المكان، لان المكان طبعا هو عصر عصور كتير يعني. هو عصر كان فيه شويه غزوات من البربر، عصر رهبان شاف ناس كتير، فكان المكان بالنسبه لي يعتبر شخص ليه خبره. تاني حاجه، المكان بينتظر الشمس كل سنه بتتعامد في الثلاث مذابح بتوعه، فاذا هو في نوع من الرومانسيه او نوع من الحاله من العاطفه فيه. وفي نفس الوقت المكان ديني، هو في يعني في دير وهكذا، ففي برضه لمحه العاطفه. وحاجه ثانيه طبعا في المكان، جوه المكان في مكتبه وفي حصن، فاذا هو قوي ومثقف. فانا كان جوايا سيناريو كده اخر عن المكان، كما لو انه انسان مثقف وقوي ورومانسي وعنده عاطفة وحالة كده كبيرة. ولذلك أنا كنت طول الوقت بحاول أخد كادرات معينة وتكنيك تصوير معين عشان أدمج السماء بالشجر بالقبب بالشمس في شطات. أنا طبعا مش عايز أتكلم عن الفيلم أو عشان ما أحرقوش يعني، بس أنا بقول لك بشكل عام اللي كان جوايا يعني. فإن أنا حاولت طول الوقت إن أنا أرسم الشخصية اللي كانت جوايا بصرف النظر عن السكريبت اللي كان مكتوب، أو إن أنا أطفي شخصيتي كمخرج أو اللي أنا حسيته جوايا كإخراج في الفيلم او السكريبت التنفيذي نفسه. طيب عايزين نتكلم عن الضيوف يا مارمينا، ازاي يعني نجحوا في ان هم يظهروا تفاصيل الفيلم؟ هو طبعا الضيوف دي كانت اهم حاجه في الفيلم. طبعا انا لما جيت عملت في سكريبت كده بيتحط فيه الترشيحات بالاسماء، فطبعا الاسماء اللي قبلت او الترشيحات اللي قبلت، انا طبعا اسمحوا لي ما اقولش اسماء عشان انا برضو مش عايز احرق الفيلم عشان قامات كبيره جدا. أيوة. ولكن انا ارميني اللي هقوله لك ان انا كان معايا قامات اساتذه جامعات ودكاتره وباحثين عالميين كمان، مش على مستوى مصر فقط، في الاثار والتاريخ والترميم والعماره والفلك. فانا كنت قدام ناس يعني تايتلز ثقيله جدا، فانا كنت حامل هم ازاي ان انا هقدر افرض وجهه نظر معينه وسكريبت معين على الشخصيات دي، وكنت حامل الهم ده جدا، الى ان قابلتهم واتصدمت بالواقع ان لقيتهم في قمه التعاون معايا، وسمعوا السكريبت للاخر وسمعوا الشرح واعجبوا جدا بخطه تنفيذ التصوير وهكذا. وانا اقدر اقول لحضرتك ان انا يعني محظوظ، ان انا فعلا محظوظ ان انا قابلت شخصيات الفيلم وضيوف الفيلم، ان هم فعلا ليهم وضع كبير جدا في نجاح الفيلم. يعني اسمحي لي اقول لك على حكايه سريعه كده حصلت اثناء التصوير، ان انا لما كنت بصور الجزء الخاص بالقبب اللي فوق الدير عشان اللي بيحصل فيها التعامد، فانا كان لي وجهه نظر ان احنا نطلع فوق سطح الدير،
وكان الموضوع ده صعب جدا، كان في مجازفه كبيره جدا ان اطلع برضه بمعدات وعدسات وكاميرات واضاءه فوق الدير، وفي نفس الوقت الدكاتره ومفيش طار مفيش سلالم ممهده لفوق السطح يعني. ولكن انا ما لقيتش اي نوع من انواع التذمر بصراحه من الدكاتره وزمايلي الفنيين ان احنا نعمل ده، وساعدوني طبعا كلهم ان احنا ناخد اللي احنا عاوزينه بالظبط يعني. طيب مريمينا، عايزك بقى تكلمني اكتر عن دور قناة ميسات وهي الجهة المنتجة لهذا العمل، وهل هذا اول عمل وثائقي تنتجه قناة ميسات؟ هو طبعا اندرو يعني انا تانية مريمينا استأذنك، ممكن نغير المكان بس الشبكة تظبط شوية. اوكي تمام زي الفل كده كمل. زي الفل تمام. انا زي ما بقول لك طبعا انا بعتبر قناه ميسات بالنسبه لي تعتبر بيتي ده يعني، بكلمك حقيقي طبعا. تاني حاجه، انا عشان اكلمك عن قناه ميسات شهادتي هتبقى مجروحه فيها، ولكن انا هقول لك اللي كل المشاهدين عارفينه عن قناه ميسات. قناه ميسات طول الوقت صاحبه الصدق يعني، بالنسبه لفيلم بين التلين في شويه محاولات حصلت في شويه برامج، شويه معلومات اتكتبت في صحف الكترونيه وهكذا، ولكن ميسات كان ليها الصدق ان هي تعمل فيلم تسجيلي ملم بكل تفاصيل المكان. تاني حاجه، ده طبعا ما كانش اول عمل ليا مع ميسات. انا قدمت قبل كده برنامج فيه سلاسل وثائقيه اسمه عدسه افريقيا، ولا زال لحد دلوقتي لاقي اقبال جماهيري ومسأل بيه كويس جدا من الناس، والواقع بتاعه يعني انا لحد دلوقتي لسه بقابل يعني النجاحات بتاعته. طيب عايزين بقى نتكلم عن يعني أهمية الرسائل أو أهم الرسائل اللي الفيلم بيوصلها ومكان العرض. طيب هو طبعا الفيلم فيه رسالتين مهمين جدا. أولا فيه رسالة خاصة إحنا كسينمائيين ومفكرين إن إحنا علينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه الأماكن بتاعتنا في مصر والكنائس القبطية بشكل خاص يعني. لأن زي ما ذكرت إن الكنائس القبطية ليست فقط للعبادة، ولكن هي فيها آثار وتاريخ وعمارة وحاجات كتيرة جدا إحنا طول الوقت لازم بنبرزها بشكل. تاني حاجة، الرسالة بتاعت الفيلم هي بتوجه للسياحة بالسياحة والثقافة والآثار بشكل خاص طبعا، لأن هي طول الفيلم حتى إحنا لما الناس إن شاء الله هتشاهد الفيلم هيبقى في نوع كبير جدا من الابهار البصري، وفي عاطفه المكان، وفي احساس بالتاريخ، واحساس حاجات كتيره جدا لازم هتشوفيها جوه الفيلم. وطبعا هي الدعوه عامه للناس كلها وكل المهتمين بالاثار والسياحه، وان شاء الله الفيلم هيبقى عرضه الاول يوم الثلاث الموافق 13/6 اللي جاي، يوم الثلاث القادم يعني اللي هو بكره ان شاء الله. بالظبط الساعه 6 مساء في القاعه الكبرى للمؤتمرات بداخل المركز الثقافي الكوبري الارثوذكسي. طيب الحضور مجانا صح كده؟ طبعا الحضور مجانا. طيب. طبعا مريمين، يعني بما انك خريج المعهد العالي للسينما وكتبت واخرجت عده افلام تسجيليه، كان اقربها طبعا فارس الظل والنور عن الراحل مدير التصوير المصري رمسيس مرزوق واللي لقى نجاح كبير، ايه اهميه الافلام التسجيليه والوثائقيه عامه؟ يعني ممكن بقى تقول لنا شويه من اللي انت درسته في المعهد يعني. تمام. شوف يا اندرو، هو طبعا انا في الاول انا اتمنى الافلام التسجيليه او السينما التسجيليه بوجه خاص تقابل الاقبال الجماهيري والمسأل بيه بتاع سينما الدراما وسينما الافلام عامه. تمام. ولكن ده بدا يحصل دلوقتي في مع التوجه العام دلوقتي، بدات ناس كتير يعني بدات ناس كتير في المبادرات اللي احنا عشناها في الايام اللي فاتت استخدمت السينما التسجيليه والافلام التسجيليه في انتشار الوعي ولقت نجاح كبير يعني. ولكن خليني اقول لك ان الافلام التسجيليه لها من القوه ان هي تقدر تغير ثقافات وعادات وسياسات شعوب في دول كبرى. السينما التسجيليه ليها من القوه ان هي تقدر تحول المشاهد العادي والمتلقي العادي الى مثقف، لان هي فيها تكنيك بتقدر تستخدم تكنيك ان انا بحط سؤال دون جواب. فبحط المشاهد اللي قدامي ان هو لازم يبقى له وجهه نظر، ولازم يتفاعل مع الخبر، ولازم يحس بالموضوع ويبدا يقول شخصيته ووجهه نظره في الموضوع. تاني حاجه مهمه جدا برضو من سمات الافلام التسجيلي ان هي بتتمتع بالمصداقيه. لان انت عارف ان البروتوكول طبعا بتاع الافلام التسجيلي
قايم على احداث حقيقيه وناس الضيوف لازم تبقى ناس لو مش متخصصه في المواضيع بتبقى ناس وجبه الحدث وهكذا. ففكره المصداقيه دي مهمه جدا في حته بتاخد الكلام على لسان اللي كان حاضر واللي كان موجود فما فيش اي شك من اي نوع. بالظبط بالظبط تحقيق المصداقيه طبعا. تمام وطبعا افلام التسجيليه بتتمتع بالفرايتي يعني هي فيها تنوع فيها افلام سياحيه تسجيليه سياحيه فيها اخباريه فيها دينيه فيها وثائقيه انك بوثق عن مكان او بوثق عن شخص وبرضو استخدمت الدراما يعني في افلام تسمى بالدوكيو دراما استخدمت الشطات الدراميه جوه الفيلم التسجيلي عشان تزيده اكثر احداثيه. وطبعا عشان اتكلم عن فيلم التسجيلي عمرو انت عارف انا محتاج يعني حلقه لوحدها بس عشان وقت البرنامج طبعا يعني مرمينا نورتنا وان شاء الله الفيلم يلاقي نجاح كبير جدا والف مبروك طبعا ويعني دايما منور وان شاء الله كده الدنيا تبقى زي الفل في الايام الجايه ونشوف افلام كتير طبعا زي بين التلين. المخرج مرمينا شلبي مخرج وكاتب سيناريو فيلم بين التلين كنت معانا على الهاتف شكرا جزيلا. يعني الحقيقه نرمين بنتمنى انه يكون فيلم بين التلين هو اول عمل او اول خطوه تبدأ منه قناة ميسات في سلسلة أفلام وثائقية تلقى نجاح كبير وتكون بحجمه اسم قناة ميسات لأنه مهم جدا زي ما مريمينا مخرج العمل قال أنه يعني لازم نكون أكثر وعيا لازم نتفرج على أفلام تسجيلية لازم نعرف الأحداث اللي كانت موجودة لازم نسمع المعلومة من أصحابها. فالحقيقة كل الشكر والتمني بالنجاح والقدوم قدما في أعمال إن شاء الله مميزة من قناة ميسات ودايما قناة ميسات هي اللي بتبادر دايما بالأعمال المتميزة. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية هنطلع لفاصل سريع ونرجع مع حضراتكم تاني للفقرة الصحفية اللي بنحلل فيها أهم وآخر المنشتات. هنطلع لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية خليكم معنا.